السلام عليكم حبايبي البعاد والقراب. دابا هاد مشيت لبلاد الخير، جبت هاد الفرانج هادو. غدا ان شاء الله غادي يجيوني الحباب وندير لهم الغداء على هاد الفرانج هادو. هذا فروج كبير، هذا ولدو، فروج ولدو. بعد ما حكيتهم بالحامض هما غسلتهم، غادي ان شاء الله نشدهم نصاوب لهم القوام ديالهم دابا ونقاد ليهم الشغل دابا، باش غدا ان شاء الله نحل عيني نصبهم. الناس غيجيو عندي ان شاء الله حبابي شادين واحد العطله ديال سيمانه. ايوا تفكرونا الله يجيهم الخير. ندير لهم غديوه بهاد الفرارجات هادو. يا ان شاء الله تما نتغداو في بلاد الخير، تما نضلو تما نتغداو تما ان شاء الله نتشوفو. ايوا الحمد لله. انا درت جوج بصيلات صغار، ودرت اسيدي ليا شويه ديال الثومه، جوج بصيلات صغار والثومه ها هي. غدا نطحنها باش تدير ليا المرقه، تختار ليا المرقه. هذا البصله والثومه دايره مطحونه مزيانه، كتخطر المرقه، كتجي المرقه خاكره. نجيبو العطريه، سكينجبير، الخرقوم، هذا شويه ديال القزبر يابس. القزبر يابس ضروري يكون في الطبخ كله، من الطف واخا مرقه ولا فتات ولا اللي كان. هذيك البصله والثومه اللي درنا، ها العطريه كلها والملحه كلشي هو هنا. ايوا بسم الله يدي ضروري من اليد لهلا يخطيها. الحانوت ما نديروش دابا طيب المرقه، عاد نزيدو والسمن الحار. بعد ما شرمل داك الدجاج يبات راقد يصبح بنين ان شاء الله، دابا غادا نعجن. نعجن بالخميره البلديه، ها هي قويت باش تخمر ليا. انا عجنها دابا في الليل وتصبح هي هذيك، حيت تبغي الوقت هي. وغندير فيها هذا الصانوج وحبه الحلاوه والجنجلان. هاو ربما قبل ما يطيب الغدا خصنا ناكلو، نديرو الخبز هو تاعي، هو داكشي هو الاول ضروري. الكويس ديالاتي هو الاول، الخبيزه البلديه والزيت البلدي، خبيزه بالعجينه بالخميره البلديه وزويته. ايوا عاد نسقو ان شاء الله، نسقو الفتات داك الدجاج اللي رقدت قدامكم. دابا غندير نخلطها هكا شويه، نخليها عاوتاني شويه ونولي ليها ندلكها ونزيدها الماء باش تجيني رطبه. بلاتي شويه نرجع ليها نزيدها الماء وندلكها شويه باش تجي رطبه. السلام عليكم،
بعد ما رقدت الدجاج وعجنت العجينه باش ندير الخبز بالخميره البلديه، دابا بغيت ندير هذاك الكاشير اللي كيدار فوق الفتات. شي تيقول لي الفتات، شي تيقول لي الرفيسه. دابا انا بغيت ندير داك الكاشير اللي كيتحط فوق الفتات ولا الرفيسه ولا كل واش تيسميه، كاين اللي تيسميه برماش، كل واش يقول لي. ها هما ستاد البيضاء، هما غنديرهم هنا. بنت ولدي اللي كانت تصورني عيات ل 12 دابا مشات تنعس، انا كنصور راسي دابا، حط التليفون قبالتي وصافي كيما جا هو هذاك. هذه الكبده، هذه الكبده اللي غادا نقرض وندير فيه، ما غنطحنهاش الكبده، غنقرضها تنطحن هذا الشيء. عاد جي معلقه سكينجبير، الخرقوم، البصل، هذا البصل، هذا راس الحانوت، ندير فيه راس الحانوت حتى هو. انا كنغوت باش نسمع، باش تسمعوا البزار. هذا نص كاس ديال السميده، هي وهاد الكبده هذه تنقرضها، غادي نديرها ان شاء الله. شويه ديال الملحه، ودابا غندير هاد الربيع. نص كاس تاع الزيت، ما غنطحنها. انا صوبت هذيك سميتها، طحنت هذيك التخليطه اللي درت مع البيض والعطريه وراس الحانوت وكل شيء، وكل شيء طحنته. دابا غنزيد عليه هذا الكبده هذه، دابا غنخليه هنا حتى الصباح ان شاء الله. ملي نصب دوك الفرارج غادي نرمي هذا الشيء مع المرقه. ايه هاتي في المرقه ديال داك الدجاج وداك الشيء، غنديرو شي بلاستيكه ولا نديرو فيه مع المرقه. يا طيب، ايوا هذا مكان. صباح على خير. صباح الخير عليكم حباب البعاد والقراب. دابا كما قلت لكم البارح غنمشيو نتغداو في البلاد ان شاء الله، اجوا عندنا حبابنا. ايوا نتغداو تما ان شاء الله، نفوجو. ها العجينه غنديها حتى تما ونحميها، غادر عجنتها حتى هي البارح في الليل، هي خامره حتى تما نطيبها في خباز. وهذه عجينه اخرى، هذه هي العجينه بالبلديه خامره. ايوا هذا دابا غنرمو العجينة، هاكي هاكي انتي شدي هادي، ها العجينة الأخرى ديال البلدية، خميرة بالبلدية. عيطو العافية حيت الخبز عندي بزاف، حميتو بزاف، قالت لي العواد.
يلا تبعيني انا غندي صارت من هكم باقي شوية هذا باقي شوية سدوني طيب بقى وحده قبيله ما استفينا نرميها وخليتها هاهي خليها بلاتي نشعل ليها ملي قلت انا يا بلاتي ونرمي ديك الخبزه اللي بقات قالت لي يا بنت ولدي شني نرميها رميها هي نديرها نشعل ليها تيحمل الفران هذا الخباز ايوا نخشيها طيب وحدها هذيك نرميها امي انت يا امي جبت هذا الخبز ها هو ديال البلديه هو جبته والاخر اللي المفروق راه هو جبته قبل من هذا وانا كنوجد دابا الضياف ديالي باقي ما جاوش اي والله يجيبهم على خير دابا غنوجد الفطور دوك الخدامه راهم كيزرعوا القرعه هذيك السلاويه والقرعه الاخرى هذيك الخضراء ايوا الله يجيب ديسير ديك الساعه ان شاء الله تبقاو تشوفهم ثاني ملي نبتوا ملي كبروا ايوا دابا ها الفريرجات اللي قبيتو البارح في الشرموله ديالهم في العطريه ديالهم هاد البرمه كبيره هي اللي غتهز ليا المرقه الثومه الثومه ها صافي نحطو هاد الكرناف هذا نسقفوه على البريمه ايوا نتهناو نسيت انا ما جبت شيء ما جبتش الفيطور معايا ندير هاد الكرناف هذا